السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد وجدي يوتيوب لأحوال الطقس أذن تحية طيبة للجميع وتحية طيبة لكل المتابعين نقدم لكم نشرة جوية خاصة لطقس الجزاء اليوم الجمعة الثالث من شهر سبتمبر 2021 إذن نبدأ بالفترة الصباحية ستكون الأجواء صحوة ومشمسة على المناطق الغربية غائمة على المناطق الشرقية والمناطق الوسطى وشمال الصحراء والواحات وصافية على باقي المناطق الصحراويه في الفترة المسائية إلى الليل نتوقع لعودة الأمطار الغزيرة المعتبرة إلى كل المناطق الوسطى الداخلية بإتجاه المناطق الغربية والمناطق أيضا الساحلية الوسطى والهضاب العليا الوسطى وأيضا المناطق الشرقية منها شمال الصحراء والواحات التي ستجد أيضا أمطار غزيرة ومعتبرة خلال أمسية الجمعة إلى الليل نذكر متابعينا بدرجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم الجمعة سنسجل تراجع طفيف في درجة الحرارة. على المناطق تقريبا الشمالية خاصة الغربية منها والوسطى سنسجل ما بين 27 إلى 28 درجة فقط على السواحل الغربية وأيضا الوسطى ما بين تقريبا 27 إلى 30 درجة على السواحل الشرقية المناطق الداخلية الشرقية الوسطى والغربية ما بين 35 إلى 36 درجة في حين منطقة الصورة الشمال الصحراء والواحات ما بين 40 إلى 43 درجة المناطق الجنوبية ما يقارب 46 درجة كأقصى حد تحيه طيبه للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته